السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي رسميا الكاف يراسل، يعني وين يرسل دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور، يعني وين نقولوا بلي محمد السادس من أجل حضور حفل جائزة التميز الرياضي لعام 2022 برواندا، هو الرئيس تاع رواندا. يعني وين هذه، وين نقولوا بلي بسبب وين وصول المنتخب يعني المغربي الى النصف النهائي والانجاز التاريخي يعني اللي ما داره لا نادي لا فريق لا منتخب افريقي ولا منتخب عربي، يعني اول منتخب دائما، وين نقولوا بلي اول منتخب اللي وصل للدور الثاني هو المغرب، نقولوها ونعاودوها، اول منتخب في شمال افريقيا اللي راح لكاس العالم هو المغرب 72 وقيلا، اول منتخب في شمال افريقيا اللي جاب كاس افريقيا هو المغرب، واول منتخب اللي وصل للدومي فينال هو المغرب. هذه هي خويا، يعني وين جائزه، وين دائما فانك ما ننساوش 94، يعني وين ترشح باش يحتضن كاس العالم، يعني نقولوا بلي الملاعب عندهم باش يقبلوا لك ملف تاعك، يعني باش يقبلوا لك ملف تاعك لازم يكونوا عندك ملاعب، لازم يكونوا لازم باش يقبلوا، كاين بزاف بلدان اللي يترشحوا، لكن لجنه مراقبه الملاعب يرفضوا لهم ما يترشحوش، يعني وين ترشحوا قبلوا لهم ملف تاعهم، يعني وين داتها الملكان، عاودت ادتها لهم فرنسا، عاودت فاني في 2006 وين ترشحوا وديتها لالمان، وين عاودوا ترشحوا يعني وديتها لهم بفرق هدف بفرق نقطة واحدة 2010 2018 2026، يعني وهذا المرة يعني راهي في الطريق الصحيح، المغرب راهي في الطريق الصحيح لاحتضان كأس العالم. يعني راي في الطريق الصحيح هذه، وبسبب الانجازات وين احنا فانك هذه الجائزه يعني تاع التميز رانا تحصلنا عليها في 2010 تحصلنا عليها، وين عطاوها للسيد عبد العزيز بوتفليقه يرحمه ربي ويوسع عليه، وين يعني وين تلقينا هذه الجائزه تاع التميز هذه اليوم، وين باش ما يمدوهاش غير هكا، يعني يمدوها بالانجازات، يعني وين صنعنا انجاز كبير، يعني من لا شيء ذهبنا للنصف النهائي، الناس اللي ما تبغيش تهدرها ذهبنا للنصف النهائي، وهو يعتبر انجاز كذلك، خاطش علاه يعني كنا من 90 ما وصلناش دومي فينال كوب دافريك، خاطر 94 روحنا الدوزيام تور وفرحنا، خرجنا كلاكسونو تي 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 تي، كم عاقلين عليها 94، موراها ما روحناش 2006 ما روحناش كأس إفريقيا، و 2008 ما روحناش كأس إفريقيا، وبعدها يعني بخبرة رجال يعني وخبرة غايورين على الوطن على رأسهم السيد الحاج محمد راوراوا بتخطيط يعني كبير، تخطيط جهنمي يعني. وين وصلنا الدومي فينال كوب دافريك وروحنا الكوب دي موند، هذه هي انجازات كبيره، وليكن في العلم الجميع بان لي بريم تاع الحاج محمد راوراوا هذه باش يكون على بالكم جماعه، خاصه خاوتنا الجزائريين باش يكون على بالكم، هل تعلم بان لي بريم تاع الحاج يعني كيما نقولوا حنايا الامتيازات تاع الحاج محمد راوراوا يعني ما كانش يديهم، كان يزيدهم في المسجد الكبير، وبالوثائق كان يعطيهم للمسجد الكبير باش يكون على بالكم، امتيازات اللي كانت تعطيهم للدوله كان يديهم، يعني بعد انجازات يعني انجاز تاع كوب دي موند تاع 27 عام روحت، انجاز تاع كوب دافريك تاع كوب دي موند 2010 2014، يعني الاموال هذيك اللي كانوا يعطيهم له كان يدفعهم في المسجد الكبير، وليكن في علمكم
وين خدم يعني بالامتيازات اللي كانوا يعطوهم لهم، وين خدم مسجد في سيدي موسى. يعني وبعد ما جاء مسيو ساتشي غلق ذاك المسجد باش يكون على بالكم، خاطش علاه الحاج محمد راوراوا كان داير مسجد وكان داير فيه امام، هو كان يخلصو يعني من جيبه، هو اللي كان يخلصو، داير له شهريه خاصه به. قالوا ذاك مول المسجد اللي كان دايرينه، قالوا له صاي كانوا دايرين فماك يعني خدامه اللي فماك يروح يصلوا، اداريين يصلوا فماك، كان داير لهم ريستورو فماك، ما يمشيش سيدي موسى يخرج يروح يفطر ويعاود يولي، يخرج على الوحده ولا 12 يروح ويعاود يولي تكون ثلاثه يجي يضرب دوره، يعني كان داير لهم كلش فماك. كي جا مسيو زاتي قال له اللي كان يخلصك راح، حنا ما عندناش بيجي باش نخلصوك، بيجي تاعك باش نخلصوك. ماغري الحاج محمد راهو خلى 1200 مليار بلا الاورو والدولار، هذه هي. حنا نعاودوا نولوا نتكلموا على الكاب وين رسميا يراسل دعوه يعني للملك محمد السادس يعني من اجل اهدائه يعني جائزة التميز، وين قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتوجيه الدعوة الرسمية للملك محمد السادس من اجل حضور حفل جائزة التميز الرياضي لعام 2022 الى جانب رئيس رواندا بول. يعني وجاء في المراسلة التي قام بها الكاف للملك محمد السادس ورئيس رواندي أن الحفل سينظم بالعاصمة الرواندية يعني، وسيعرف تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنفانتينو. وقرر الكاف حسب مراسلة تكريم الملك محمد السادس ورئيس الرواندي يعني بجائزة التميز الرياضي لسنة 2022، ودعت ودعت المتواجدين إلى تشريف الحفل، ودعتهم يعني المتوجين الى تشريف الحفل وحضور الى مراسم تسليم جوائزهم. هذا واكد يعني فيرون يعني فيرون سكرتير العام للاتحاد الافريقي وين اشعاره لاحقا لرئيس الاتحادات القاريه بالمزيد من التفاصيل حول هذا الحفل المزعم اقامته في 14 من شهر مارس. هذا 14 صحيح ما بقيش بزاف، يبقى 10 ايام ولا 10 ايام، هذه هي نقولوا صحتهم صحيح، غادي نقولها ما الغالب هذه هي وين الحقيقه، وين وصلوا الدومي فينال سبحان الله، هذه هي الناس وصلوا الدومي فينال صحتهم، وين بحضور رجال سياسيين ورياضيين كبار أنصحك ولا روحنا الله هدية. معليش المهم رانا كيما يقول لك نحوسو كيفاش نبنو روحنا، ننساو صوالح ونكمصاو العمل يعني في صمت، لا باين نخدمو نبلعوه ونكمصاو الخدمة، هذه ما تالي كاع إلا بين خدمة، لازم نبلعو فامنا ونكمصو من جديد، مبقاوش ياه، هادي هي كرة القدم، يعني القاوي للقاوي وهي رايحة، خاطش علاه راهم نقولو بلي وين الناس راهي قوية. هذه هي أسرعي قوية سبحان الله، ما يصير ما يصير ما يتعب. هذا ضعف الاتحادية وهذه هي الحقيقة، وش عندنا يزيد وهيب وين كشف المسطور على بالك، وين قال له بالقطاع ليس قوي لكن نحن ضعفاء، موتيبي دخلهم في حيط، هادي موتيبي دخلكم في حيط، يعني قالوا قلنا لكم ما تعطوش جوائز حتى ينساكم، ومديتوا له جوائز حتى ينساكم، نصني برنوس تمر البن من 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 من، قاطوا لانيفيرسير صوالح هيا،
خلقوا في حيط ماشي كيما هكا عرفتوا الناس براحي بس تنعرض راسي معاك هذه يا خويا بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا باش ديما معاكم بجديد واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.